مرحبا بكم في القناة ديالي نجوى شانيل. هذا اول فيديو غادي نحطو فيها، كنتمنى يا ربي يعجبكم وتشتركوا في القناة ديالي. المهم دابا غادي نصاوبو واحد لي كاب كيك اللي هما ساهلين والمقادير ديالهم متواجدين في كل بيت وفي متناول الجميع. يعني دابا غادي ناخذو ندوزو المقادير. عندنا جوج البيضات، عندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو، عندنا كاس ديال سنيدة وكاس مع مرش ديال الزيت، وعندنا كاس الحليب وطحين على حسب الخليط. المهم انا غادي نخلط الوصفه وانتم غادي تشوفوا معايا شحال غادي ندير ديال الدقيق فيها. غادي ناخذ الخلاط، غادي نديرو فيه البيض، وغادي نخوي فيه سنيدة، الكاس ديال السكر سنيدة، وغادي ندير الزيت وناخذ الحليب حتى هو، وغادي نميكسيهم مزيان حتى يبيض ليا البيض ونعاودو نتلاقاو. عندي هنايا البيض والزيت والسنيدة والحليب، بعد ما تخلطو مزيان غنخويهم هنا. وغادي ندير ليهم غادي نبدا ندف الطحين او الدقيق، يعني الدقيق الممتاز ديال الحلوه. ندير تقريبا شي جوج الكيسان ديال الطحين وندف عليهم الكاكاو، دابا غادي نغلب هذا الكاكاو والدقيق اللي درت. تقريبا درت شي 5 د المعالق، المهم انا غادي نشوف الا خصني غادي نزيد. غادي نغربلو، نزيد مع هاد لي ساشي ديال الخميره الكيماويه. غادي نجمع الخليط ديالي، يعني من بعد ما ضفت له الكاكاو والخميره والدقيق غادي نحركو مزيان حتى يتجمع، وغادي نشوف اذا كان خاصو الطحين غادي نزيد. هاد لي كاب كيك كيبغيو يكونوا ثقال شويه باش كيتنفخوا لينا. عفوا سمحوا لي، نسيت ما درتش واحد القبيصه ديال الملحه، انا غادي نضيفها دابا. انتما ديروها ملي تكونوا كتخلطوا في الاول. فوالا البنات، دابا بعد ما تجمع لي الخليط غادي نضيف له معلقه ديال الخل، عاد غادي نخويه في المول.
معلقه كبيره ديال الخل، الخل هو اللي كيخليها تجي مفشفشه الخلاط. بعد ما جمعت لي العجينه كيف قلت لكم خاصها تكون ثقيله شويه باش تنفخ لينا. دابا جمعت الخليط ديالي، غادي نخويه في المول وغادي ندخلو الفران، من بعد غادي نتلاقاو، يعني غادي نفرقو بواحد الشكل متساوي على هاد الحكيكات وغادي نرجع لكم. كنخويهم على هاد الشكل هذا، ما نعمروش حتى الفوق باش نخلي لهم فين يتنفخوا. غتاخذوا حتى نتوما شي حاجه اللي غادي تهزوا بيها باش يجيكم في نفس القياس. المهم البنات انا دابا غادي نكملهم وغادي ندخلهم للفران، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم، وغادي نوريكم الطريقه باش غادي نزينهم، يعني بطريقه حتى هي مبسطه ورخيصه وفي متناول الجميع. كيف كتشوفوا البنات انا دابا حطيتهم في المول، دابا غادي ندخلهم عاد غادي نشعل الفران. انا عندي فران ديال الضو، غادي نسخنو على درجه الحراره 180 وغادي نخشيهم فيه، وغادي عندهم من بار تقريبا نص ساعه اولا ساعه الا ربع على حسب كل فران. المهم ملي غادي يطيبوا غادي نوريهم لكم. كيف كتشوفوا البنات الكيك ديالنا هما كيطلعوا كيتنفخوا شويه بشويه، انا شعل عليهم الفوق والتحت حيت الفران ديالي كيشعل الفوق والتحت او ميم طون، ودرجه الحراره 180 وانتم على كل وحده على حسب الفران ديالها. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالي، كيجيو على هذا الشكل رطبين وكيف كتشوفوا طالعين كيجيو زوينين. كنتمنى غير تجربوهم وسمحوا لي على الطريقه الزين، ما قدرتش نصورها لكم. انا درت فيهم يعني ياغورت ديال الشوكولا اللي كنعرفوه كاملين، وخديت باسطة حكيتها في الحكاكه الغليظه ودرتها عليهم هكا من الفوق. بطبيعه الحال يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتوا، هذه غير فكره فقط. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، تشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وتشجعوني كثار، ويعني وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير، واي حاجه بغيتوني نحطها لكم في القناه قولوها لي في لي كومونتير، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.